السلامة. الحمد لله، الله يسلمك ويبارك فيك. معانا النهاردة في السهرة الخاصة دي في البيت الكبير، سهرة مهمة جدا والحقيقة يمكن فقرة غير عادية لاعتبارات كتيرة جدا، أهمها أن نجمنا النهاردة واحد من أهم اللعيبة اللي جم في تاريخ الكورة المصرية، ومش بس الكورة المصرية، ده على مستوى الكورة الأفريقية كمان. لما نتكلم عن كرة القدم يبقى لازم نقول أن واحد من الذين عشقتهم الساحرة المستديرة. ألقاب كتيرة، لكن مين ينسى فاكهة الكورة المصرية، الفاكهة اللي بسببها ناس كتير وجماهير كتير حبت وعشقت كرة القدم. رمز كروي كبير جدا، تاريخ من العطاء الطويل في كل شيء، سواء كلاعب أو مدرب أو في أي منصب إداري تقلده. أسطورة كروية بنفخر بأنها مصرية، رمز اسماعيلاوي، كل الجماهير بمختلف انتماءاتها بتعشقه. ومين اللي ما يعشقش الفاكهة؟ كل الفاكهة الحلوة يعني اتجمعت فيه. نورنا النهاردة النجم الكبير قوي كابتن علي ابو جريشه، فاكهه الكوره الاسماعيليه والمصريه والافريقيه. شكرا والافريقيه طبعا. ميرسي جدا يا كابتن، منورنا يا كابتن. احنا انا مبسوط ان انا معاكم النهارده. لا والله احنا فخورين يا كابتن حضرتك. دعوه جميله وكريمه وانا مبسوط ان انا فزت. ربنا يخليك، الشرف لينا يا كابتن، منورنا في البيت الكبير. وزي ما قالت سهام حضرتك اسطوره كبيره جدا جدا، ويمكن احنا يمكن الجيل اللي يعني بعد حضرتك بكتير شويه، لكن من الأسماء ومن الأساطير الواحد مش هينساها في الكرة المصرية، وخاصة حضرتك بتنتمي لأجمل كرة في مصر، برازيل مصر الإسماعيلية طبعا. أكيد 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 حضرتك منورنا، وأحب أبدأ حوارنا مع حضرتك بطبعا الإسماعيلي.